نعم، يعني هذا ليس غريب أو مستغرب، فنهب البلد والمواطن هذا يتم بشكل ممنهج منذ أن أوكل حافظ الأسد تلك المهمة إلى شقيق زوجته محمد مخلوف، والذي من بعده توارثها الأبناء والأحفاد، والذين اعتبروا سوريا مزرعة لهم والشعب السوري عبيد في هذه المزرعة. ما يميز هذه الطرق النهب هو تعددها وتنوعها، حيث لم يعني كل يوم نتفاجأ بطريقة شكل من أجل ابتزاز المواطن ونهب المواطن. يعني بدأ حفظ الأسد ببدعة لم تكن غير موجودة في العالم كله، بما يسمى برسم الخروج، كل من يريد أن يخرج من سوريا عليه أن يدفع. أكملها بشار الأسد بما يسمى برسم الدخول، كل من يريد أن يدخل إلى بلده سوريا عليه أن يدفع $100 لهذا النظام المجرم، بل حتى الفاذين من بطش هذا النظام يريد منهم أن يدفعوا ثمن فرارهم من قمعه بمصادرة أموالهم وأموال أقاربهم إن لم يدفعوا ما يسمى بالبدل، كي يتم فقط في نقطة، كي يتم استثمار هذه الأموال لقتل المواطن السوري. فهذا النظام المجرم لديه من الأموال ما يكفي لقتل الشعب السوري وتشغيل الطائرات والدبابات وإمداد الميليشيات الإرهابية التي تذبح الشعب السوري، ولكن ليس لديه المال من أجل أن يساعد الشعب السوري. فمن هنا أقول أنا لا غرابة ولا استغراب، فهذه سياسة ممنهجة سوف تستمر طالما بقي هذا النظام المجرم متسلطا على رقاب الشعب السوري. يعني القانون رقم 35 لعام 2017 يجيز الدفع البدل النقدي بالدولار، يعني ألا تخالف الحكومة السورية القانون السائد الذي يمنع التداول والتعامل بغير الليرة السورية؟ يا سيدتي، وهل هناك من، إذا كان هناك قانون، هل هناك من يحترم القانون؟ هل هناك من يحترم الدستور؟ هذه فوضى عارمة يتصرف بها بشار الأسد كما يريد وكما يشاء ويفعل كل شيء يصب في مصلحته. ونقطة هامة أريد أن أذكرها، وهذه حدثت مع صديق لي في عام 2001 وكنت شاهدا عليها وللتاريخ أذكرها. قام بدفع البدل وكان بذلك الوقت $5,000 وكان في الإمارات، وطلب منه من قبل السفارة أن يضع هذا المبلغ بحساب بنكي في أمريكا، وهو لا يعلم لمن ومن يكون. أودع هذا المبلغ في هذا الحساب البنكي الأمريكي وذهب للسفارة وأعطوه بدل خدمة، ليتبين لاحقا أن هذا الحساب يعود لأحد ضباط العائلة التابعة لبشار الأسد. هذه حقيقة وهذا بشكل مؤكد، وهذا يؤكد ما نقوله بشكل مستمر، أن هذه الحاشية هي من تستغل وتذل المواطن السوري وتقوم بإيجاد طرق عجيبة غريبة من أجل نهب هذا المواطن الملهوب أصلا والمنكوب أصلا، علما أن هذا النظام لديه من المليارات التي يملكها هو وحاشيته، ولكنه لا يريد أن يصرف شيء للشعب السوري، بل يريد أن يأخذ ما تبقى من الشعب السوري من أموال. يعني إلى من ينسب هذا التضخم والغلاء المعيشي الذي يعني وحدث في سوريا؟ سؤالك هام للغاية سيدتي، لنقارن كيف كان الوضع قبل انقلاب حافظ الأسد وكيف أصبح الوضع الآن؟ كم كانت الليرة السورية تقابل للدولار؟ وكم كان غرام الذهب؟ وكم كانت الأسعار؟ وقارنيها بالآن. سوريا غنية ولكنها مشكلتها ومصيبتها في هذا النظام المجرم الذي تسلط على رقاب الشعب السوري وعمل كل ما بوسعه من أجل نهب وإذلال هذا الشعب الكريم. شكرا. فمن هنا أنا أقول لك لا غرابة ولا استغراب، وهذه بدأت منذ انقلاب حافظ الأسد وسوف تستمر طالما بقي هذا النظام. وأعتقد أن النظام وحاشية هذا النظام وخاصة من طائفته بدأوا يتململون وبدأوا يعانون مما يعانيه المواطن السوري، وقد يكون أحد الأسباب التي تؤدي إلى سقوط هذا النظام. شكرا. ذاتيا وداخليا. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي سامر خليوي على هذه المداخلة، كنت معنا من لندن.